الشركه في السعر النهائي بتاع حفله الافتتاح. بنتكلم في وضع قطع على الدرج العظيم هتبقى اتجاهها ازاي، بنتكلم في شركه الاداره انها طالبه بس تمد شهرين عشان ظروف الكورونا والبت المالي والعرض المالي والكلام ده كله. بنقفل بنقفل ان شاء الله باذن الله المتحف الكبير في 2021 ان شاء الله باذن الله. الظروف مش مواتيه دلوقتي على اوله اوله نص ولا لا؟ ده مش قراري، ده بقى مش قراري. لا ده مش قراري لانه مرتبط بحاجات تانية كتير. المتحف الكبير انت بتقول ايه للعالم؟ تقول لهم انا دولة عندي تحديات اقتصادية، انا دولة بقف على رجلي وانا ببني بنية تحتية وطرق ومستشفيات وانفاق وكباري ومدارس وتأمين صحي، الثقافة وقوى النعمة انا ما نسيتهاش. انا بعمل متحف بمليار دولار، بعمل متحف من اكبر متاحف العالم، بعمل متحف عمارته مبهرة، الناس هتخش تتفرج على العمارة قبل ما تبص على الاثار كمان، على الاثار حاجة رائعة. فالدولة بتقول للعالم كله لا احنا مش بنية تحتية بس، احنا بنية تحتية وقوة نعمة وثقافة وتسامح وحاجات كتير. او المتحف كبير ورسائل كتير قوي، عشان كده انا عايز حفلته تبقى ايه؟ حاجة عالمية، حاجة ما يكونش في اي في العالم جو توتر خالص. مين هيعمل الحفلة تقريبا؟ مفكرين في مين؟ مصريين، اخراج اجنبي، بتفكروا لا في ايه؟ ثلاث شركات اجنبية كبرى. ايوة. هم اللي نظموا اكبر فعاليات في العالم وبيتباروا دلوقتي، والتلاتة عاوزين يعملوا الحفلة. عشان كده احنا بقى ايه في مرحلة التفاوض دلوقتي بقى الفني والمالي معاهم، التلاتة عاوزين يعملوها. لان اللي هيعمل حفله المتحف المصري الكبير كفايه هيحط في السي في بتاعه وهو سطر ظريف يعني كفايه. طبعا لان مستوى الحضور ان شاء الله باذن الله هيكون عالي المستوى جدا. مش هيكون يوم واحد، مش يوم واحد، لا 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 الافتتاح الرئاسي يوم واحد، لكن شخصيات عامه وفنانين ومشاهير ووزراء ثقافه ووزراء سياحه ومديري متاحف العالميه الكبرى. ممكن الاقي من العالم كله مثلا، يعني جايب شخص رموز من العالم كله طبعا. لو انا بتكلم غير قيادات، لو في رؤساء ملوك وغيره، انا بتكلم حتى على شخصيات ناس مؤثرين طبعا. طبعا طبعا ان شاء الله باذن الله هتكون حفله كبيره قوي. بقول لك ان الاجتماعين كانوا الاسبوع ده عن الموضوع ده، يعني بنتكلم خلاص ما وقفناش، احنا مكملين وبنتكلم في الاثار والقضية تتنقل هنا خلاص، بنتكلم يعني بيقفلوا الفترين موجوده بتتركب، الاثار بتترمم، خلصوا اكتر، داخلين على 50,000 اثر دلوقتي بترمموا. لا فعلا حاجه تفرح. 50,000 ايه اللي بيتعمل حوالين المتحف ناحيه الوصول للاهرامات؟ المنطقه دي بالكامل ايه اللي بيتعمل؟ حاجة للتاريخ ان شاء الله. شفت ميدان التحرير حصل فيه ايه؟ ايوه. ما كانش حد مصدق. كله قال انتوا ازاي هتعملوا ميدان التحرير؟ ازاي هتحطوا الشجر؟ ازاي هتحطوا مسلة؟ يعني مسلة زي كل مدينة العالم، انتوا ايه تحطوا؟ ازاي تحطوا مسلة؟ ازاي متحف التحرير اللي كان لونه بدا يبهت وضلمة، ازاي مرة واحدة كده النافورة شغالة وبقى اخضر والدهن تاني؟ ازاي مسلة؟ ازاي اربع ازاي زرع؟ ازاي نافورة في ميدان التحرير؟ ازاي العمارات الضلمة دي كلها نورت؟ صحيح. ازاي الاعلانات اللي كانت 100 متر مربع اللوحة واحدة حمراء واحدة صفراء واحدة خضراء كل ده اختفى؟ ازاي المتحف، ازاي المجمع التحرير الضلمة بقى منور اضاءة محترمة وراقية بالطريقة دي؟ ان شاء الله المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير هتبقى حاجه تانية خالص ان شاء الله. ما حدش يمشي على رجليه بعد كده في ناحيه يوصل للهرم. احنا هدفنا ان شاء الله احنا دلوقتي يمكن حتى كمان يمكن من الحاجه بالنسبه لنا الميزه ان زميلي اللي هو عاطف مفتاح اللي هو بيشرف على المتحف الكبير هو برضو اللي بيشرف على تطوير المنطقه المحيطه. فده ده اللي يدل على ايه؟ ان احنا شايفين المنطقه دي كلها مشروع ثقافي سياحي حضاري ضخم جدا. اول جهه اخلت في الميدان هي ايه؟ جيش ميدان الرماية، مش كده؟ قوات المسلحة. وبدأت أخلت الميدان الرماية، نادي الرماية بالفعل. هنطور المنطقة دي، هنعمل المنطقة دي إن شاء الله هيكون حاجة بتعدي كده من فوق الطريق بحيث إنك تقدر تتمشى من هنا لغاية الهرم. جالنا عروض بالفعل لعمل مجموعة فنادق في المنطقة في الحتة دي، في الحتة دي بالارتفاع اللي حضرتك قلته ده. إيه؟ مش عايزين حاجة عالية. لو جبت حاجة عالية بين الهرم والمتحف الكبير ما عملناش حاجة. ده قوة المتحف في ايه؟ شايف الهرم. هننزل في الحتة الواطية دي وهيبقى اوتيلات واطية ومطاعم وكافيتريات ومنطقة مناطق حرف تراثية. فنادق قدام الهرم مباشرة؟ لا لا، يا خبر، عند نادي الرماية. عند نادي الرماية للهرم منطقة أثرية مش هقرب منها.
مش هعدي طريق الفيوم بفنادق. اه بس قدامي طبعا اروع ما يمكن. لا وقاعد بتتعشى في حته بمناسبه العشاء في حته. اول مطعم في الهرم نسيته في الافتتاحات. هما طالبين مني يفتحوا 1/7 ده. بعد 13 يوم اول مطعم في الهرم. مطعم بتباعد اجتماعي. مطعم قاعد بتاكل قدام الهرم. ده جاهز. ده طالبين يفتتحوا 1/7 مشكلتي اني مش هفتحه قبل المطاعم السياحيه. مش عشان ده في منطقه اثريه. مش لوحده عشان منطقه اثريه. قلت لهم شو هتشوفوا المطاعم السياحيه لو فتحت 1/7 حضراتكم تفتحوا 1/7 نفسنا كل مره بنقول ياه ليله راس السنه وعند الاهرامات ويبقى مش عارفين ما اعمل